استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية والسيد أسامة بن عبد الله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وأعضاء اللجنة. وأشاد جلالة الملك المفدى بالإنجاز العالمي المتميز الذي حققته مملكة البحرين بحصولها على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكداً أن نجاح البحرين في تحقيق هذا التصنيف المتقدم كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس التزامها التام بالمعايير الدولية ومشاركتها للمجتمع الدولي في التوجهات الهادفة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وقد أعرب جلالته عن شكره وتقديره للجميع على جهودهم المخلصة التي أسفرت عن تحقيق هذا التصنيف المتقدم بجدارة في ظل الحرص الدائم على تطبيق القيم المبنية على مبادئ الاحترام والمساواة والعدل. وثمن جلالته الدور الذي تطلع به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال وضع المبادرات والبرامج المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل على صون الحريات وحقوق الإنسان، منوها بجهود وزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجميع الجهات الحكومية والأهلية التي عملت بجد وإخلاص لتحقيق هذا الإنجاز المشرف. كما هنأ جلالته خلال اللقاء السيد أسامة العبسي بمناسبة تكريمه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كأول شخصية خليجية ضمن 10 شخصيات عالمية بذلت جهودا متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، معربا عن تقديره لإسهاماته في تنفيذ عدد من المبادرات الهامة التي من شأنها حماية حقوق القوى العاملة الوافدة التي تقوم بجهود مشكورة في مختلف مجالات التنمية. من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية عن شكره وتقديره لتوجيهات جلالة الملك المفدى، مؤكدا أن تحقق مثل هذا الإنجاز يعكس رؤية جلالته في جعل البحرين بلدا رائدا في مكافحة الظاهرة العالمية للاتجار بالبشر من خلال تنفيذ البرامج والالتزام بالمعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان. وأشاد معاليه بتضافر جهود وزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتحقيق هذا الإنجاز الدولي الكبير.